الوطني الاولمبي سابقا. عوده حاليا لعدي الدباك، استلام باص، يا سلام يا سلام يا سلام، وركله جزاء ياكل الاولى. سيطره وفرص ومحاولات، وشوف اللعبه يا لعيب يا لعيب يا لعيب. هدف وحيد لتامر صيامه قبل هذه المباراه، جول 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 جول. الهلال يسجل الاول، الهلال يسجل الاول، يسجل تامر صيامه، واليوم يومك يا هلال بطل. جول اول في المباراه لحامل لقب دوري المحترفين لبطل كاس فلسطين في مناسبتين. غالبا ابو خميس هلا بنشوف اللعبه. تامر تامر، الله يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. جول 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 جول. تامر صيام نعم يسجل، يسجل الثاني للهلال، وكأنما يقول انا الاول وحب المركز الاول. اي نعم، الهلال متصدر الدوري والفريق القريب حاليا من الوصول لنهائي الكاس. الله عليك الله عليك.